استقبل اسم الرائد الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكية الخاصة بقاعدة الصغيرة الجوية مساء اليوم عددا من المشاركين في مجموعة قوة الواجب الخاصة التابعة لقوة دفاع البحرين المشاركة في عملية إعادة الأمل بجمهورية اليمن الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وخلال الاستقبال رحب سمو قائد قوة الحرس الملكية الخاصة برجال مجموعة قوة الواجب الخاصة بقوة دفاع البحرين كما أعرب عن شكره وتقديره لهم على ما يبذلونه دائما من تفاني وجهد مخلص في أداء الواجب الوطني المقدس ضمن صفوف قوات التحالف العربي الداعم للشرعية في جمهورية اليمن الشقيقة بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية. كما أشاد اسمه بتضحياتهم النبيلة المرتكزة على الشجاعة والإقدام على تأدية الواجب الوطني لنصرة الحق ومشاركة أشقائهم إعادة الشرعية في جمهورية اليمن الشقيقة. حضر الاستقبال عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين وعدد من أهالي المشاركين في مجموعة قوة الواجب الخاص بقوة دفاع البحرين